وجبل معركة الأرتيق على الجيش الحر بالأمس، استطاع قنص عنصرين لقوات النظام في جبل معركة الأرتيق. أيضا كانت هنالك قصف مدفع عنيف في محيط تلك المنطقة استخدمها قوات النظام، طبعا مدفعية والزهراء، كانت في هنالك اشتباكات متقطعة في تلك المنطقة، ولكن في تلك المنطقة الجيش الحر يستهدف فقط الجمعية التي اتخذها جيش النظام كوسائل، وحشد جنوده في تلك المنطقة. وهنالك كما قلت لك تأكدنا من وجود عناصر من حزب الله، نعم أيضا مدافع الهاون كانت على بي يعني مدافع الهاون تقصف بها بلدة بيانو في تلك المنطقة. هذا ما جرى في بلدة ماير وعدة مناطق في مدينة حلب. بالنسبة لمدينة نعم حلب واشتباكات صلاح الدين وسيف الدولة، طبعا هذه الاشتباكات يعني منذ أشهر حتى هذه اللحظة يعني تبدو متقطعة، ولكن الجيش الحر بشكل يومي يستطيع من قنص عدد من عناصر قوات النظام. هذا ما شاهدناه منذ ساعتين، استطاع من قنص 3 عناصر في حي صلاح الدين. نعم، شكرا لك محمد نور، كنت معنا مراسل شبكة شام من مدينة